مين قال ما ينفعش نعمل براونيز من غير شوكولاتة وزبدة؟ هنعملها بالكاكاو والزيت بس، وهتطلع أحلى براونيز هتاكلوها، وصدقوني مش هتفرقوها أبدا عن التانية. في خطوات بسيطة وبدون أي وقت كتير أو خطوات كتيرة، هنعمل أحلى صينية براونيز اقتصادية، فاضي جدا أكننا بناكل قطعة شوكولاتة. يعني ممكن كده بالليل وانتوا قاعدين، لو حسيتوا نفسكوا انكوا عايزين تاكلوا حاجة حلوة، تقوموا على طول تحضروها لأن مكوناتها في البيت. تابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا الطريقة، بس لو أول مرة تشوفوا فيديو ليا ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا جرس التنبيه عشان توصل لكم كل وصفاتي أول لما أنزلها، واعملوا لايك على الفيديو ده. ويلا بينا نبدأ. في الوصفة دي هتستخدموا 3 بيضات وسط من البيض الأحمر أو الأبيض لو بتحبوا تستخدموه، بس عشان ما كانش عندي حاليا غير البيض البلدي فاستخدمت معاهم واحدة صغيرة خالص مع التلاتة، لان حجمه صغير مش كبير، بس انتوا استخدموا 3 بيضات وسط لو عندكم البيض التاني. انا حطيت البيض في مية دافية لمدة 3 دقايق عشان يدفى من جوه شوية ويبقى هش اكتر معايا لما اجي اضربه. لو فاكرين حلقة كيك الليمون، انا حطيت البيض الاول على مية سخنة وضربته، بس المرة دي دفيت البيض الأول قبل ما اكسره. هضيف عليه بعد ما كسرته شوية فانيليا سايلة أو ممكن بودرة، وكوباية ونص من السكر الأبيض. استخدمت كوبايات الشاي عادي عايرت بيها اللي بتكون 200 جرام. السكر اللي أنا استخدمته كان وزنه 300 جرام. هضرب كويس قوي لحد ما السكر يدوب والبيض يتضاعف حجمه. ولو عايزين تقللوا السكر عن كده فده هيأثر شوية ان وش البراونيز مش هيكون بيلمع قوي في الاخر، واللي هي القشرة اللي في الاخر دي اللي بتكون بيبقى على وش البراونيز كده قشرة بسيطة كده خفيفة مقرمشة شوية وبتلمع. اللي بيعمل كده كمية السكر اللي احنا حطيناها وضربها كويس قوي مع البيض. ولكن براحتكم لو انتوا حابين تقللوا عن كده، بس من رأيي تلتزموا بالمكونات وتاكلوا منه جنب قهوة او حليب بدون سكر، هيبقى حلو قوي ومش هيجزع. بعد ما خفقت البيض كويس جبت كاكاو خام بدون سكر 65 جرام، يعني بالمقدار ده من اكواب الشاي هيبقى كوباية الا معلقتين كبار مثلا. ضفت عليها 150 جرام من الزيت، كان بالمقدار ده من اكواب الشاي حوالي كوباية الى 3 معالق كبار مثلا، او ازيد حاجة بسيطة من يعني هو ازيد من الكوباية لربع. تمام، هقلبهم مع بعض لحد ما الكاكاو يدوب كله، وبعد كده هضيف الخليط ده على البيض واضرب كويس قوي لحد ما يتخلط معاه حلو. هجيب بعد كده الدقيق، 85 جرام من الدقيق متعدد الاستعمالات عادي حوالي كوباية الا معلقتين كبار، وهضيف ربع معلقة صغيرة من الملح عشان كمية السكر اللي انا ضفتها، وهضرب بالمضرب لحد ما الدقيق يختفي. بعد كده هوقف ضرب وهجيب صينية مقاس 20 سنتي. انا استخدمت الصينية دي حطيت فيها ورق زبدة، ممكن تدهنوا ورقة الزبدة بتاعتكم قبل ما تصبوا الخليط، وهصب الخليط كله. وبعد كده نخبط الصينية كذا خبطة عشان لو فيها اي فقاعات هواء تخرج منها، وهندخل الصينية في الرف الوسطاني في الفرن على درجة حرارة 170، وطبعا الفرن يكون سخن من قبلها. هتدخل لمدة نص ساعة، اول لما هتطلع هنلاقيها عالية قوي كده، بس لما تقعد وتبرد هتهبط، وده العادي، البراونيز مش المفروض تبقى زي الكيك. نسيبها تبرد خالص وبعد كده نقطعها. انا قطعتها وكانت دافية حاجة بسيطة، ممكن تشيلوا الحروف او تسيبوها عادي، وطبعا لو شلناها هناكلها برضو مش هتترمي يعني، بس عشان الشكل اقصد. قطعتها وعايزة اوريكم قد ايه بجد من جوه فاجي قوي، ده القوام اللي انا بحبه جدا في البراونيز، ولو سبتوها تبرد عن كده هتتماسك كمان اكتر. ممكن بعد ما تبرد خالص لو حابين تدخلوها التلاجة تسقعوها قبل ما تاكلوها هتبقى برضو حلوة جدا، كلوها زي ما تحبوا. هتحسوا بجد انكم بتاكلوا قطعة شوكولاتة طعمها حلو قوي. فلو بتحبوا الشوكولاتة الوصفة دي هتعجبكم جدا، اعتقد انها اقتصادية وبسيطة مفيهاش اي تعقيد ولا هتاخد اي وقت او مجهود. ممكن تاكلوا جنبها ايس كريم لو حابين. وبس كده الوصفة خلصت، هستناكم تجربوها وتقولولي رأيكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو
تعملوا شير عشان يوصل لعدد كبير من الناس، وأشوفكم على خير في حلقة جديدة.